مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أنا اسمي محمود محمد المغاوري إبراهيم محبوب، وزني 140 كيلو، عمري 49 سنة، بعاني من الضغط والسكر متلازمين، ما فيش انتظام، في هبوط وفي ارتفاع. تابعت الدكتور كريم صبري فقررت ان انا اروح له في العياده، وما رحت العياده اتاكدت من الكلام ده اكتر وقابلته شخصيا، قرر لي عمليه تكميم معه، وان شاء الله استنوني بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هقول لكم الدور المهم لعمليه تكميم المعده كعلاج لمرضى السكر اللي هو السكر الخفيف، يعني السكر اللي هو بقاله فتره قريبه، السكر اللي هو ماشي على اقراص، السكر اللي هو من النوع الثاني. الحقيقه طبعا تكميم المعده بتبقى شفاء تام، مش لازم نعمل تحويل مسار في الحاله دي، لكن احنا بنلجا لتحويل المسار في بعض الحالات. يعني الحاله دي ينفع تتعمل برضو تحويل مسار، لكن تحويل المسار احنا مخليها للسكر الغير منتظم تماما، يعني جرعات عاليه من الانسولين، ابتدينا ندخل في مضاعفات سكر بقاله فتره كبيره. الحقيقه طبعا هو بيبقى فعال زي التكميم، لكن احيانا برضو بنعمل تكميم المعده كعلاج فعال لمرضى السمنه ومرضى السكر، السكر اللي هو يعني في بداياته، او السكر اللي هو يعني ماشي على جرعات يعني صغيره من الاقراص. الحقيقه طبعا ان معظم الناس اللي هم مصابين بالسكر بيكون سكرهم من النوع الثاني، 80% تقريبا من الناس مرضى السكر بيبقى سكرهم من النوع الثاني، جزء كبير جدا منه بيكون بسبب الدهون المتراكمه او السمنه المفرطه. لما بننزل الوزن والوزن يرجع لوضعه الطبيعي، الدهون بتقل، مناعة الانسولين بتقل، وبالتالي البنكرياس يرجع ينشط تاني، ونوقف العلاجات بتاعه السكر. وبالتالي تكميم المعده بتبقى مفيده جدا في حاجتين، بتنزل وزننا مظبوط، وبتعالج السكر المصاحب للسمنه المفرطه. هي فكرتها بنصغر حجم المعده الى جزء صغير، الجزء الصغير ده بناكل فيه، بنشبع منه بسرعه، ما بنجوعش الا على فترات كبيره، هرمون الجوع الوضع بتاعته قلت جدا، لان احنا شلنا الجزء المسؤول عن افراز جزء كبير جدا من هرمون الجريلين. وبالتالي العمليه فعاله في انقاص الوزن، فعاله في علاج مرضى السكر، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره في البطن. يعني بنقعد 12 ساعه في المستشفى من بعد العمليه، بنخرج بنقعد يوم في البيت، ننزل شغلنا بعد فتره قصيره جدا، ممكن نمارس رياضة بسيطة كده في أول شهر، اللي هي يعني حاجة بسيطة زي المشي أو الجري البسيط، وبعد شهر ممكن نرجع لحياتنا الطبيعية التامة في الرياضة العادية خالص وشغلنا الطبيعي، زي ما قلنا بنرجع بعد يوم من إجراء العملية. إن شاء الله نطمنكم على أستاذ محمود ما بعد إجراء العملية، ويقوم بالسلامة إن شاء الله. التوفيق، ربنا يوفقك. شكرا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري، انا يعني النهارده هوريكم ان شورت عمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي اول خطوه فيها ان احنا بنعزل المعده عن مجموعه الدهون اللي حواليها، اللي هي دي، ده باستخدام جهاز الجشور او الهارمونيك لو كنا بنستخدم جونسون في بعض الاحيان.
هي طبعا احنا المعده دي هيتم تصغيرها الى 80% من حجمها. دي قبه المعده زي ما احنا شايفينها، دي قبه المعده الحجم الكبير ده، دي طبعا الشكل ده اللي هيطلع ما بعد العمليه. طبعا دي الدباسه اللي احنا بنستخدمها. الدباسه دي عباره عن يعني آلة بتدخل خلال قطر يعني 2 سنتي او اقل. الحقيقه طبعا احنا بنركب فيها الدبوس زي ما هتشوفوا دلوقتي، بنبتدي ندبس ونفصل المعده الى جزئين، الجزء اللي احنا هنشيله والجزء اللي احنا هنسيبه ده اللي هو بعد كده هناكل فيه. فدي الطريقه اللي بتدبس بيها الدباسه. طبعا بتبقى التدبيس بيبقى عباره عن 3 صفوف يمين 3 صفوف شمال، السكينه بتقطع في وسطهم وبالتالي تفصل المعده الى جزئين، الجزء المتبقي والجزء اللي هو هيتم عزله. بالصوره اللي احنا شايفينها دي هيتم عزل المعده الى جزئين. الدبوس طوله 6 سم، بعد انتهاء ال 6 سم دول بناخد دبوس كمان بالشكل اللي احنا شايفينه ده الى ان يتم عزل المعده الى نهايتها، تبقى عباره عن جزئين. ما بنمشي على الكاليبريشن تيوب بحيث ان احنا ما نعملش ضيق في المعده، وكمان ما نسيبش جزء كبير بحيث العيان برضو يخس كويس وينزل في وزنه مظبوط. احنا ماشيين طبعا لحد ما نوصل لنهايه المعده، ده يعني دبوس كمان ودبوس، يعني هتاخد كمان 3 دبابيس كمان، يعني بالمعدل تقريبا 6 دبابيس او 5 دبابيس في بعض العيانين. الجزء المتبقي هو الثابت في كل العيانين، الجزء المستأصل هو ده اللي ممكن يكون متغير ما بين عيان وعيان زي ما احنا شايفين كده. الجزء لازم نحافظ عليه، ناخد قطر المعده المتبقيه. ده شكل المعده بعد التدبيس، خلينا نطلع معاه عامل زي المزايا كده بالظبط كده، زي المزايا الصغيره. طبعا ما نسيبش جزء كبير من قبه المعده بحيث ان ما يبقاش ده مساحه ان هو يخزن فيها الاكل ما بعد العمليه. بنعمل اختبار تسريب دلوقتي بالمنظر ده، بنقفل بوابه المعده الخارجيه وبنحقن ماده زرقاء بقوه عاليه، بنخلي المعده عباره عن زي البالونه. اتفضل بالمنظر ده، احنا عاملينها زي البالونه دلوقتي عشان تضغط على الدبابيس كلها بحيث ان احنا لو في اي مشاكل في المعده تبان بعد كده. هي دي ببساطه تكميم المعده، وده شكل المعده ما بعد تكميم المعده اهو، عامل زي المزايا الصغيره بالشكل ده بحيث ما يكونش فيه اي نوع من الالتواء او اي نوع من يعني عدم الاستقامه. شكل المعده صغير زي ما احنا شايفين، قبه المعده احنا شلناها كلها بحيث ما يتبقاش فيها جزء اتمدد بعد كده بالاكل. عملنا اختبار التسريب وعملنا اختبار كمان النزيف بحيث العيان ما يكونش عنده فرصه ان شاء الله للنزيف او التسريب ما بعد العمليه. اسمي محمود محمد المغاوري، الحمد لله لسه عامل عملية تكميم مع الدكتور كريم صبري. طلع من العمليات بقالي ساعة ونص، والحمد لله حاسس بتحسن جدا، وأنصح أي حد يعاني من مرض السمنة أو أي مشاكل في الضغط والسكر. التخدير كان فوق الرائع، ما حسيتش بأي حاجة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ محمود الحقيقه احنا مطمنكم عليه بعد العمليه، بعد تكميم المعده احنا لسه الحقيقه ما عدناش ساعه ونص ما بعد العمليه. طبعا احنا اعاده الريهابليتيشن او الاعاده للنشاط الطبيعي المفروض ان هو يعني سريع ما بعد عمليه تكميم المعده. زي ما قلنا تكميم المعده هي عمليه فعاله في انقاص الوزن، فعاله في علاج مرضى السكر اللي هم يعني ماشيين على علاجات اورال يعني عن طريق الفم، لسه ما بياخدوش انسولين بجرعات كبيره. طبعا التكميم عمليه فعاله في انقاص الوزن لان هي بتتخلص من جزء كبير من المعده اللي هي طبعا بتخلينا بنجوع بسرعه بسبب افراز الغدد اللي هي بتبقى في قبه المعده لهرمون الجريلين. ما تبقى من المعده بيبقى كافي يعني لاكل كميه صغيره، بنشبع بسرعه ما بنجوعش على الفضلات كبيره. الحقيقه طبعا المتابعه ما بعد العمليه، احنا يمكن بيقعد 12 ساعة ما بعد العملية بيخرج بالسلامة وبيقعد يوم في البيت وبينزل نشاطه الطبيعي بعد يوم من اجراء العملية. الحقيقة الرسالة اللي عايز اقولها ان العمليات بسيطة جدا، تحضيرها يعني سهل، العملية نفسها سهلة، يمكن احنا في خلال ساعة ونص ما بعد العملية الامور الحمد لله كويسة. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث
جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. خير على عيون مشاهدين اتغير مع يومنا، حلقة جديدة وعندنا النهاردة فقرتين. فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن موضوع بيهم ناس كتير قوي، وهو نحت الجسم. يعني ايه نحت الجسم؟ وهل في فرق بين نحت الجسم وشفط الدهون؟ ناس كتير قوي متخيلة انه شفط الدهون ده حاجة ونحت الجسم ده حاجة تانية. ده اللي هنعرفه النهاردة، وهنعرف اكتر كمان عن شد الترهلات. السيدات الكتير جدا اللي بتعاني من ترهلات في البطن شديدة نتيجة لولادات متكررة او نتيجة لزيادة وخسية او نتيجة لعمليات اللي هي العمليات بتاعت السمنة المفرطة، بيبقى فيه ترهلات شديدة جدا في الجسم. العمليات دي يا جماعة عشان ما حدش يفتكر ان هي عمليات خاصة بالسيدات بس، لا، ده شريحة كبيرة جدا من الرجال بتلجأ لعمليات شفط الدهون ونحت الجسم وتنسيق القوام واحيانا برضو شد الترهلات. الموضوع كبير جدا وشريحة كبيرة من المجتمع مهتمة بيه، لذلك احنا هنبدأ حلقتنا النهاردة بالكلام عن شفط الدهون وتنسيق القوام ونحت القوام مع ضيفنا العزيز دكتور أيمن عنديل، استشاري جراحة التجميل في عيادات جولد التخصصية. اهلا يا دكتور أيمن. يعني لو قلنا كم في المية من المجتمع العربي، هو الموضوع على مستوى العالم، بس كم في المية من الناس بتهتم بموضوع شفط الدهون ونحت يعني في تقديرك كده؟ هو طبعا كان الأول نسبة قليلة جدا، لكن اليومين الأيام دي أو الفترة اللي احنا فيها دلوقتي نسبة بتزيد، لأن التوعية زادت طبعا، والناس بقت بتفهم وبقت بتسأل وبتبص في السوشيال ميديا وبتبص في الإعلانات وحاجات دي، فابتدوا الناس تبقى واعية، لأن موضوع زيادة الوزن أو الترهلات أو الحاجات دي بقى موضوع منتشر زيادة عن اللزوم. فابتدت الستات والرجالة ابتدوا يبصوا في المراية أكتر. فطبعا لما بصوا في المراية، لا، هم ابتدوا يركزوا، هم يبصوا في المراية بس بيركزوا بقى يشوفوا مثلا حد قريبهم او حد صاحبهم او بتاع عمل العملية ونجحت معاه، يبدأوا بيقولوا طب ليه انا ليه انا سايبة نفسي كده، ليه ما اعملش زيه. والحقيقة هي الحاجة الناجحة بتحقق انتشار. طبعا والعمليات دي ناجحة جدا يا دكتور. الحمد لله. طيب، الحمد لله. خلينا نتكلم عن نحت القوام وشفط الدهون. هل هو في فرق بين شفط الدهون ونحت القوام؟ لا، شفط الدهون جزء من نحت القوام. هو نحت القوام هو عبارة عن ان احنا بنصف الدهون من مكان معين بطرق مختلفة وبنحقنها في اماكن اخرى. وكلمة نحت الدهون دي عبارة عن بروسيسز كتير كذا واحدة بنستخدمها في نفس العملية. يعني ممكن نصفط الدهون شفط كلاسيك عادي، وممكن نصفطه باستخدام جهاز اضافي اللي هو الفيزر، وممكن نشد الجلد بأجهزة تانية. المهم ان هو كلمة نحت الدهون عبارة عن نحت الجسم او نحت القوام عبارة عن عدة عمليات مع بعضها. يعني انت ممكن تستخدم كذا تقنية في العملية. طبعا واحدة. يعني ممكن احنا عادة دلوقتي بقى روتين، يعني ان احنا بنعمل شفط دهون مع شد الجلد في عضلات البطن في عمليات التامي تاك. يعني ما بقناش بنعمل التامي تاك لوحدها، ده لازم شفط دهون معاها. بس زمان كنا ما كانش فيه تقنية شفط الدهون، ما كانش منتشرة. فكنا بنعمل التامي تاك من غير شفط دهون، لكن دلوقتي حاليا بنعمل شفط دهون للجناب وللظهر وللأرداف مع شد البطن وشد الترهلات في البطن والكلام ده كله. يعني بتتعمل في سيشن واحد، في سيشن واحد، في عملية واحدة، في عملية واحدة. تدخل السيدة أو الرجل تقدر إن هي تشفط بطنها، يعني تقدر تشفط أكتر من مكان في طبعا في العملية. أكتر من مكان، وبنشد أكتر من مكان.
برضه يعني ممكن ممكن نشد البطن ونشد الساقين برضه من الداخل لو كان فيهم ترهلات نتيجه لنقص الوزن زياده عن اللزوم او فجاه او بسرعه. وبنعمل كل الحاجات دي في سيشن واحده. في طيب احنا معانا كذا صوره، يا ريت نرجع الصوره الاولانيه تاني. دي كانت بطن كبيره جدا. هنا بطن اللي فوق على الشمال بطن كبيره جدا ومترهله وعضلات سايبه خالص. في الغالب المنظر ده بيبقى عضلات كمان صح؟ ده عضلات طبعا. والمنظر التاني اللي فوق برضو على اليمين ده معاها فتق. معاها فتق في جدار البطن. فالصوره اللي تحت هي ده الاند ريزلت او النتيجه النهائيه. لاي عمليه جداً. فيهم هما الاثنين يعني. ده هايل جدا. وده ايه ده بتعلمه بقى على ده بقى ايه؟ هنا بنعلم الاماكن اللي احنا هنشفط منها دي. عمليه شفط بس. دي شفط بس. دي ما عندهاش ترهلات قوي اعتقد. لا ما كانش عندها ترهلات قوي، فكانت شفط للجناب وللظهر ولل. شايفين يا جماعه؟ شايفين الحته دي دايما مزعجه بالنسبه قوي للرجال وللسيدات، بتبقى بايخه قوي يا دكتور ايمن، وخاصه في لبس الصيفي. والوسط طبعا. الوسط مهم جدا اصلا دلوقتي. الكتفات طبعا يعني. برضو دي كانت شفط بس. دي شفط بس. يعني اللي بطنه بالشكل ده ما فيهاش ترهلات. يقدر يشفط بس مش لازم ان هو. لا مش لازم يشد. شايفين الفرق عامل ازاي؟ طبعا بتتحدد خالص وبتتشال، ويعني حاجه بصراحه هي بتبقى مزعجه يا دكتور ايمن. وانا شايفه انه المفروض ما حدش يسيب نفسه عشان هو خايف ولا قلقان ولا متردد. يعني لا هو سهل الموضوع جدا. طبعا الموضوع سهل جدا اصلا، بس يا ريت تيجوا بدري. يعني بمعنى ما تسيبش لغايه لما توصل للاحجام دي. ده في احجام، ده في اكتر من كده بكتير. ما طبعا في، بس يعني كل ما الواحده اولا ممكن لازم نواجه الناس ان ممكن نعمل عمليات شفط دي عده مرات. مش لازم يعني مثلا هي دلوقتي والده وخلفت وبقت كويسه وتخنت بعد الخلفه والولاده وكده. ممكن تعمل عمليه شفط دون. ممكن في الولاده اللي بعدها ترجع تعمل شفط دون تاني. لو بطنها اتاثرت تاني. مش لازم تقعد تسيب نفسها لغايه لما تولد اربعه وبعدين تجي لنا. يعني انت تقصد او حاجه تانيه، بتخلف تلات اربع عيال وتقولك ايه هستنى ما اخلص خلفه وابقى اعمل. بعملها. لا ممكن انت تقعدي كام سنه متضايقه ومتضرره من المنظر طبعا ده. وبعدين هو ممكن العمليات لما بتكون العمليه صغيره بسيطه هي بتقوم بسرعه وبتخف بسرعه وكل حاجه بتبقى سريعه. لكن لما بنسيب كده يعني بالمنظر بالاحجام الكبيره دي بتبقى العمليه اطول شويه. اصعب عليها سنه شويه. طبعا التقنيات الحديثه طبعا هي قللت الالام والوجع والكلام ده كله، انما برضو ليه تسيب نفسها 3 4 سنين بالمنظر ده على ما تبقى تخلص الولادات؟ ليه تسيب نفسها 3 ايام زهقانه طالما الموضوع بسيط وسهل؟ طبعا مش 3 4 سنين. انا كل العيانين دول لما بيجوا بيقولوا لي احنا مالنا مثلا 10 سنين نفسنا نلاقي حل. طب ما الحل بقى موجود دلوقتي. طب بقالك 10 سنين بتعملي ايه 10 سنين؟ ما هو فعلا يا دكتور اصلا ما كانش فيه توعيه فعلا زي ما انت قلت، ما كانش فيه يمكن النتائج الناس تتفرج عليها وتشوف الناس دايما تحب تشوف بعينيها. طبعا. وتتفرج بعينيها وتشوف النتائج بعينيها. فيمكن ما كانش فيه ده، ما كانش موجود، فاصبح دلوقتي كل حاجه متاحه زي ما انت قلت. بالظبط. ودينا احنا كمان نفسنا بنعرض النتائج. يمكن ده يكون يعني دافع لناس كتير ان هي ما تسيبش نفسها او ما تقلقش. يا ريت يعني اول باول اول باول، وممكن تعملها في عده مرات. مش لازم الشفط يكون مره واحده في الاخر. لا ممكن تظبط نفسها كل ما يظهر عندها تكتل في الدهون في مكان معين تيجي تعمل شفط في ساعتين وتمشي وخلاص. وتمشي خارجه على رجلها عادي جدا. طبعًا تتعامل. ما فيش الموضوع مش ازمه يعني. مش لا كله شغل تحت الجلد يعني. ما احناش يعني بندخل في البطن مثلا ولا بندخل يعني. كله شغل خارجي بره البطن يعني. وعاوزك تعرف الناس اجواء العمليه بقى بتبقى ازاي. يعني خلاص الشخص انا ما بسموهوش مريض او السيده جه خلاص قرر ان هو هيعمل العمليه. ايه المطلوب منه ان هو يعمله؟ هل في محاذير معينه؟ بيبقى الدنيا بتبقى ماشيه ازاي؟ اولا طبعا لازم الفحص الاكلينيكي الاول يكون فحص دقيق جدا. عشان ما نلاقيش في وسط العمليه حاجه جديده احنا ما شفناهاش قبل كده. يعني زي مثلا حاله الفتق مثلا. لازم اكون انا متاكد ان العيانه عندها فتق او ما عندهاش فتق. عندها امراض قديمه من قبل كده او ما عندهاش. بنعمل لها فحوص بعد كده.
أو المريض يعني. بنعمل فحوص لازم لصورة الدم والألبومين وحاجات معملية كتير يعني تحاليل اللي بنعملها دايما لأي عملية في الدنيا يعني. لما بيكون الهيموجلوبين بتاعها كويس والألبومين بتاعها كويس، دول أهم نقطتين في التحاليل دي كلها. خلاص بتبقى جاهزة للعمليات دي. يعني الموضوع بسيط ومفيش مشكلة. لا مفيش مشكلة خالص فيه. طيب احنا عندنا تقرير هنروح له ونرجع نكمل كلامنا مع السادة المشاهدين. اتفضل يا فندم. سما وابراهيم وغريب طبعا كلنا فاكرينهم كويس وشفنا التقرير ده كتير. فكرت كتير عشان انا فعلا لما انا كنت بعمل شوبينج الموضوع ده كان بيضايقني جدا، كان في حاجات كتير قوي بتعجبني ما بعرفش اجيبها، ولما اعمل مجهود قليل بنهج جامد، كان في كذا حاجه مضايقاني بسبب المناطق الزايده ديت. كنت بعاني من مرض السمنه في منطقه البطن والاجناب، ما كنتش بقدر امشي، ما كنتش بقدر اوطي عشان اصلي، في الركوع وفي السجود بيجي لي قرشه نفس. كانت من اكبر المشاكل اللي في حياتي مشكلتي مع مرض السمنه دوت. وكنا عارفين ان سما بتواجه مشكله كبيره جدا وهي بتشتري لبس ومتضايقه كمان من شكلها قدام الناس، وطبعا ابراهيم اللي ما كانش بيعرف يوطي عشان يصلي بسبب حجمه، اما غريب كان دايما بيلبس لبس اكبر من سنه. انا كان عندي مناطق مضايقاني في جسمي عشان كانت مليانه، لفيت كتير قوي عشان احاول انزل المناطق دي، وحاولت كتير اعمل دايت. كان وزني 105 كيلو و300 جرام، كانت مسببه لي مشكلات كتير قوي في حياتي، من اهمها طبعا موضوع اللبس، كنت بلبس حاجات اكبر من مقاسي بكتير واكبر من سني بكتير. حياتهم كلها اتغيرت وثقتهم بنفسهم زادت كمان. بعد العمليه طبعا الموضوع اختلف تماما، اي حاجه كانت بتعجبني على طول بجيبها، مفيش اي مشكله كانت بتقابلني خالص، وجسمي كمان بقى كويس جدا، فرق في الشكل، فرق في كل حاجه، في الراحه النفسيه عامه. الموضوع بيختلف تماما بعد ما الجسم بيبقى كويس ومظبوط. يعني دلوقتي بقيت الحمد لله بقدر امشي وبقدر اصلي وبقدر اعمل كل اللي انا عاوز اعمله من غير منهج، من غير ما يجيلي قرشة نفس، ودلوقتي الحمد لله بقت جسمي ستايل كويس وشكل كويس جدا. والحمد لله ان انا بقدر دلوقتي البس اللبس اللي انا عايزه في اي سايز وفي اي مكان، بقدر اشتري لبس. كنت بروح اماكن معينه وكان الموضوع ده بيضايقني كتير، انا ما كنتش اتوقع كده خالص يعني. احنا بس بنقول لناس كتير قوي ابعد اليأس عنك، خلي عندك دايما امل انك تقدر توصل للشكل والجسم اللي انت بتحلم بيه. يلا بينا نرجع شباب. دكتور ايمن، كمان عايزين نتكلم عن تصليح جدار البطن، ده مهم جدا، وعاوز اعرف موضوع جدار البطن ده خاص يعني، دي حاجه خاصه شويه بالسيدات ولا ممكن الرجال كمان؟ لا طبعا الرجال، طبعا الرجال برضو اللي هو بيسموه كده في كرش وحاجات زي كده، نتيجه لزياده الوزن، زياده العظام وانتفاخات البطن وانتفاخات المعده، العضلات بتاعه البطن بتبوظ وبتتمدد وما بترجعش تاني زي ما كانت. فبنعملها للرجال وللستات، التاميتاك يعني اللي هي عمليه تاميتاك او شد او تصليح جدار البطن الامامي. ده بيبقى يعني مسته ان هو بيشد العضلات بتاعه البطن كمان مع شفط الدهون ومع شد الجلد. طب هو ازاي الواحد يقدر يحكم على نفسه ان هو عنده يعني، اصل الناس مش فاهمه يعني، ممكن تقول ده تراخل جلد. طب انا ازاي اعرف ان هو انا العضل عندي بايظ او ده الطبيب ليه؟ لا هي ليها فحص في العياده يعني. ليها طريقه بفحص في العياده، ان احنا بنخلي العضلات تبقى تشد من غير، فالسايب يبقى هو الدهن. يعني لما العضله تشد ما اقدرش اقيمها لنفسي. يعني الدكتور هو اللي بيقدر يحكم اذا كان ده دهن ولا عضله مترهله يعني. لانه ساعات بشوف ناس بطنها جامده ما عندهاش دهون بس عالية،
تحسها عالية كده. اه بس ده ترهل في العضلات. ده عضلات. عضلات يعني. يعني وده لو عملنا له شفط دهون ما يحسش بأي فرق. لازم تعمله العضلات. لازم يعمله شد عضلات. ازاي بقى بتتعمل العضلات دي؟ العضلات دي احنا في عندنا عضلتين في الوش في وش البطن كده. هما دول اللي دايما بيسيبوا. فاحنا بطريقة تقنية معينة بنقرب العضلات دي من بعضها وبنقلب نصها على جوه البطن. اوكي. وبتبقى بتبقى عضلات البطن قوية جدا بعد كده. مشدودة. جدا كأن هي عاملة يعني رياضة او كأنها هو عامل رياضة. كأنهم عضلتين على بعض. خالص. كأنها عضلتين على بعض. ممكن برضو لو في عضلات خصوصا في الحوامل في الستات اللي هم عندهم يعني عملوا خلفوا كتير بيبقى في بعض ساعات ممكن ناخد برضو في الجناب. ده لازم الجناب. في الجناب لو الشفط مش كفاية واحنا اللي بنحدد الكلام ده لو الشفط مش كفاية ففي عضلات في الجناب برضو بتتاخد بتتقرب من بعضها ده اللي هو بقى بتعمله بقى الوسط والنحت والحاجات اللي ما هو ده النحت يعني حضرتك شوفي احنا استخدمنا كذا تقنيه يعني شفط ونحت شفط وشفط بالفيزر وتشد عضلات وبعدين ممكن كمان نحقن دهون كمان في اماكن تانية. ستات كتير بتعمل الموضوع ده دلوقتي. دلوقتي طبعا بقى انتشر بقى حقن الدهون يعني ممكن ناخد الدهون بطريقه الكلاسيكيه العاديه قبل ما ناخدها بالفيزر ممكن ناخدها ونحقنها في اماكن هي مضايقاها انها ثن انها رفيعه زي الباتوك الخلفيه الظهر الرقبه الوش الرجل الايدين الايدين والرجل من تحت العرقوب ده في ناس بتبقى متضايقه منه جدا يعني فدي بناخد دهون خلايا دهنيه سليمه بطريقه الكلاسيك وبنحقنها بعد ما بنظبطها وبننظفها من كل الشوائب اللي فيها وبتتحقن في الاماكن اللي احنا عايزين نحقنها فيها وبعدين ممكن نكمل شفط دهون بطريقه الفيزر بس الدهون المشحوطه بالفيزر ما بنحقنهاش. طيب احنا معانا صوره لحقن الدهون في الوش. حقن الدهون في الوش حلو قوي. وش مدور كده في ناس عندها فعلا هي دي كانت رغبتها يعني هي عايزه وشها يبقى مدور. هي دي كانت رغبتها. طبعا كل مريض بيبقى ليه يعني رغبته. الصوره الاولانيه دي بعد العمليه بثلاث ايام. حلو قوي. يعني بعد العمليه والدهون بقى تعيش بقى الدهون دي ولا بتروح بتقعد ولا سبع سنين ثمان سنين بس حلو قوي. مش هي بقى اللي بتروح هو عوامل الزمن بقى هي اللي بتاثر تاني يعني طبعا بتعيد التاثير تاني يعني. ده ايه ده يعني هيها هي بالجنب يعني. بس بالجنب يعني الدهون دي حاجه بتعيش يعني مش كل ست شهور هتروحي تعمليها لا لا لا, لا ست خمس سنين ست سنين عوامل الزمن بقى هي اللي بتاثر على الدهون السن الطبيعي السن الطبيعي يعني الخصيه والجرافيتي طبعا الحاجات والجاذبيه والحاجات دي كلها الحاجات دي هي اللي بتاثر تاني فبتضطر انها تزود تاني. امتى بتظهر نتائج عمليات شفط الدهون او نحت القوام او اي عمليه من العمليات دي؟ هو طبعا يعني بعد شفط الدهون يعني الـ 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 الاوزان ما بتتغيرش كتير لان احنا بنكون حقنين سوائل اصلا. انما بعد 10 ايام تبتدي تظهر عليها علامات يعني ان في حصل تغيير في جسمها. النتيجه طبعا هي بتبقى لابسه كرسي لمده شهر. لازم. ده لازم. ده حد يقول انا متضايق منه ولا حد يقول لا 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 ده هم بيتعودوا عليه بيتعودوا عليه اصلا يعني باجي اقول لهم اقلعوه ما بيرضوش مش قادرين ما بيقدروش ما بيرضوش يقلعوه فما بيبقاش مزعج قوي يعني والكرسيات الطبيه دي كلها دلوقتي مريحه مش زي زمان كانت بتبقى مزعجه او بتعمل حساسيه او بتبقى خشنه على الجسم او كده لان فائده الكرسي ده ان هو بيحدد اللي انا عملته في الشفط بيأكد على اللي انت عملته في العمليه بيأكد ويخلي الجلد يلزق تاني في عضلات البطن وفي في الحتت اللي احنا عملناها. في اي محاذير معينه بتقولها للشخص بعد ما يلجأ لعمليه شفط دهون ولا بيبقى بعد ما عادي جدا؟ لا لا بعد ما يعمل عمليه شفط الدهون وتنسيق قوام والكلام ده المفروض بقى يحافظ على جسمه. المفروض يبقى ياكل اكل صحي شويه ما يروحوش بقى لان ممكن الحتت اللي بتتشفط مش هترجع ما بترجعش تاني انما لو ما حافظوش على نظام الاكل والكلام ده الحتت اللي احنا ما شفطناهاش ممكن بقى هي اللي هتزيد
فهيبقى الشكل مش حلو. لا هو بصراحه هي عمليه شفط الدهون بتبقى بدايه لايف ستايل جديد بقى المفروض يعني خلاص المفروض. يعني عملنا حاجه ظبطنا جسمنا نحافظ بقى على طريقه اكلنا واللايف ستايل بتاعنا. تمام انا بشكرك على وجودك معايا يا دكتور ايمن ضيف العزيز دكتور ايمن انديل استشاري جراحه التجميل في عياده جولد التخصصيه. هنروح لفاصل لسه عندنا فقره اخيره بعد الفاصل استنونا. كل مرحلة عمرية وبيبقى ليها جمالها. يعني هتلاقي مثلا مرحلة ال 18 لل 25 ليها رونقها كده وجمالها والشباب بقى والانطلاق والحيوية والحاجات الحلوة دي كلها. هتلاقي بقى من 25 مثلا ل 30 35 مرحلة الاستقرار بقى وتكوين البيت ومش عارفة ايه والحاجات دي كلها. 40 بقى 50 60 70 مرحلة بقى ان احنا بقى لينا عيلة بقى لينا اسرة بقى عندنا التزامات بقى عندنا مسؤوليات. كل الحاجات دي جميلة جدا بس انا بشوف انه المرأة عبر المراحل دي كلها هي المرأة وهو هو بيبقى نفس تفكيرها والست دايما بتهتم بنفسها من يعني اول ما بتبقى بتقول يا بداية ان هي تشوف نفسها من 15 سنة لحد ما لا نهاية لما ربنا بقى يديها الصحة وطولة العمر. من اهم الحاجات اللي الستات بتركز عليها قوي وبتبقى مهتمه بيها ان بشرتها تبقى حلوه بشرتها تبقى صافيه ما يبقاش فيها مشاكل تكبر قد ما تكبر ان شاء الله يبقى عندها 90 سنه طالما مش باين عليها هي مبسوطه. بشوف بنات كتير جدا في سن ال20 وال25 بشرتهم تبدو ك40 سنه وبشوف ستات عندها 40 سنه و50 سنه تشوفها تقول دي عندها 20 سنه. ده كله نتيجة في الناس بتهتم وفي ناس ما بتهتمش. أكيد اللي بتهتم مش هتبقى زي اللي ما بتهتمش. فلازم أنا من هنا بقول لكل الستات اهتمي بنفسك اهتمي ببشرتك. بشرتك دي هي مرايتك للمجتمع اللي انت بتكوني فيه. طول ما بشرتك صافية وحلوة انت هتكوني مبسوطة واثقة من نفسك مش هيبان عليكي سن مش هيبان عليكي عمر أبدا. من الحاجات اللي ستات كتير جدا بتسعى ليها ومهتمة انها تعرف معلومات اكتر عنها هو كريم ماسي دورو جولد اللي هنتكلم عنه النهاردة في فقرتنا دي مع ضيفتي العزيزة دكتورة دينا ابو سعود المدير الطبي لشركة ماسي فارم. اهلا يا دكتورة. اهلا وسهلا يا يمنى. المرأة هي المرأة من اول ما بتبقى والنبي ده انا بشوف عيال 10 سنين وتلاقيها مهتمه وتبقى قدام المرايه مش عارفه ازاي خلاص هي الست في التكوين الداخلي بتاعها ان هي تبقى حلوه تهتم بنفسها. صح. ماسي حقق نجاح كبير جدا مع السيدات. بالظبط. صح ولا غلط؟ طبعا حقق نجاح حقق طفره في عالم التجميل. سيدات كتير مبسوطه بماسي. ما اعتقدش ان في جروب سيدات او بنات قاعدين ما بيتكلموش في قصه ماسي دورو جولد. ومش بس يا يمنى ماسي نجح مع السيدات نجح مع الرجال ايضا. عندنا عملاء من فئه الرجال كتيره جدا. ماسي دورو جولد حقق انتشار حقق شهره كبيره قوي جوه مصر في جميع محافظات مصر وفي جميع انحاء العالم. ازاي ماسي قدر يتصدر في عالم التجميل؟ ازاي ماسي قدر يبقى رقم واحد في عالم التجميل؟ الحقيقة ماسي دورو جولد ليه سر تركيبة مش هتلاقيها موجودة في اي منتج تجميل تاني في العالم. ايه السر بقى؟ عشان انا في ناس كتير قوي بتقول لي لا بقى ايه يعني ايه ايه اشمعنى إيه يعني ماسي دورو جولد اللي محقق نجاح كده وانتوا واثقين في وانتوا بتتكلموا عنه كده ايه اللي بيفرقوا يعني عن اي كريم تاني؟ اللي يفرق ماسي دورو جولد عن اي كريم تاني ان فعلا شركه ماسي تعبت جدا في تصنيعه وتعبت في الوقت. يعني ماسي دورو جولد مش وليد شهر ولا شهرين. ماسي دورو جولد اتصنع في 6 سنين كلينيكال ترايلز. كل سنه بنعمل منتج او شركه ماسي بتعمل منتج. طبعا هو متصنع فروم اي تو زد الباكج التصنيع كله في ايطاليا. يعني جاي من ايطاليا على اي المستهلك. بالظبط بالظبط. فكل شويه نعمل منتج نجرب على جميع انواع البشره نقول لا احنا عايزين احسن. يعني اوريدي شركه ماسي كانت عايزه تنتج منتج ترضي كل الستات. عايزه تنتج منتج تخلي كل الستات حلوه كل الستات زي القمر. كل الستات مهما السن كبر هي عارفه وواثقه جدا ان وشها خالي من العيوب خالي من علامات التقدم في السن. ماسي دورو جولد ملوش منافس يا يمنى. ماسي دورو جولد الوحيد اللي هتلاقي فيه 56 عنصر في عبوه واحده. 56 مش 3 ولا 4 لا ولا 10 لا
56 مكون. بسر تركيبته ان اولا متصنع بطريقه النانو تكنولوجي. الطريقه دي احدث طريقه لتصنيع اي مستحضر تجميل. ماسي درو جولد لو هتكلم عن مكوناته انا على طول بفضل ابتدي بالحاجه اللي اتشهر بيها الذهب. الذهب مش من دلوقتي بس مشهور نتيجته على البشره، ده من ايام الملكه كليوباترا ايام الفراعنه انها كانت بتستخدم يوميا ماسك الذهب قبل ما تنام. العلماء اكتشفوا ان هي قعدت سنين طويله وشها ما فيهوش غلطه، ما فيهوش بقعه، ما فيهوش تجاعيد. الذهب اول حاجه انتي رينكل، تخيلي ان الذهب يقدر يعالج تجاعيد. كلنا عارفين ان الفيلر هو اللي بيعالج التجاعيد، لكن الذهب يقدر يعالج التجاعيد. الذهب يقدر يشتغل على الميلانين، فبيقدر يوحد لون البشره، يقدر يفتح لون البشره. الذهب بيزيل كل الخلايا الميته والشوائب اللي على البشره، بتتفتح لوحدك. بلس انه بيولد لك خلايا جديده. يعني الناس الكتير اللي عاوزه لونها درجه لونها تفتح دي هتفتح مع ميسي دروجو؟ طبعا ممكن تبقى هي فاتحه واوريدي غمقت من الشوائب الموجوده، من التوكسينز، من وات ايفر، من الشمس، كل الكلام ده هينتهي مع ماسي درو جولد. الدهب بيحفز لك على انتاج كولاجين. الكولاجين بروتين اساسي لصحه البشره وصحه الشعر. الكولاجين 30% من حجم بروتينات جسم الانسان عباره عن كولاجين. بعد ال 25 سنه نسبته بتقل. وانس انه قل وشك بيبقى تعبان، شاحب، عرضه لاي تشوهات، عرضه لاي تجاعيد. فاوريدي الدهب بيحفز لك على انتاج كولاجين. عندنا الكافيار، الكافيار مهم قوي في ماسي درو جولد. الكافيار فيه خير البحر كله. الكافيار معروف بغذاء الملوك من كتر ما هو كله فيتامينات، كله احماض امينيه، كله يود. احنا لو قاعدين على البحر مش حاطين ولا نقطه ميك اب وبصيتي مسكتي الموبايل هتلاقي نفسك قمر. الابخره اللي طالعه من البحر على وشك فظيعه. بعدين الكافيار مكون النجمات العالميات كمان. ايوه في هوليوود ستارز كتير بالكافيار. وعلى فكره بيقولوا يعني في الانترفيوز انا بستخدم ماسك كافيار، انا بستخدم وات ايفر ماسك ذهب. والنجمات العالميات هو الاذكياء جدا ان هم حافظوا على بشرتهم من سن صغير. عندنا نجمات عالميات بره فوق ال 70 سنه شكلها صغير جدا طبعا. عندك ماده مهمه قوي، ماده السيراميد. الماده دي انا بحبها جدا لان هي دي مسؤوله عن عدم ترهل البشره. الماده دي ماده شمعيه، كل ما بتكبري في السن وشك ما بيقعش، ما بينزلش، ما بيتهدلش، لانها بتمسك الخلايا، بتفضل الخلايا مشدوده في بعض. عندك ماده مهمه قوي، ماده المالئه، ماده الفيلر. يعني هو في فيلر. عايز اقول لك ده هو ده طبعا دي عبوه ماسي درو جولد. العبوه دي 120 مللي. ال 120 مللي كل مللي فيه فيلر. طبعا حقنه الفيلر هي بتبقى مللي وبتبقى بقد كده. فايوه طبعا 120 مللي كلها فيلر. كلها فيلر، كلها هيلورونيك اسيد، كلها كولاجين، كلها ذهب. في ماده بتشتغل زي البوتوكس بتعمل ماسل ريلاكسنت اسمها الاسيتايلكسابيبتايد. في مادتين مهمين قوي اللي هو السان بلوك التين اوكسايد والتاليوم داكسايد. ويمكن ناس كتير مش عارفه ان اوريدي الكافيار بيشتغل از سان بلوك. عندك الكولاجين، يعني احنا عندي الكافيار وعندي الذهب بيحفزوا على انتاج كولاجين، بلس ان ماسي درو جولد ال 120 مللي كلها كولاجين. هايل هايل. فتخيلي يعني بقى حاجه محترمه. انت متخيله انك انت بتحطي كل المكونات دي كل يوم على بشرتك في علبه واحده يوميا؟ يوميا. مده قد ايه؟ العلبه هتقعد معاكي 6 شهور او هتقعد مع اي عميله او عميل 6 شهور. لو انا حطيت منها قد ايه هتقعد 6 شهور؟ لو حطينا 4 ضغطات صبح وبالليل هتقعد 6 شهور. لو هنحط مره واحده هتكمل سنه كامله. يعني لو انتوا عاوزينها تكمل سنه حطوا مره واحده. انا بس عندي اهم حاجه ان انا استخدمه بالليل. بالليل اولا انت بترجعي بقى من بره بتغسلي وشك، وشك بيبقى مرتاح يستقبل بقى مكونات يستقبل ماسي. يستقبل يدلع اي ست بقى تدلع. أيوة. نفسها بماسي. احنا شايفين على الشاشه طريقه الاستخدام. دي تقول لنا بقى ايه ده؟ طبعا تاثير ماسي درو جولد من اول دهنه، عشان كده ماسي درو جولد ملوش منافس، بيدي نتيجه النضاره من اول دهنه. طريقه استخدامه سهله جدا زي اي كريم. احنا بنضغط 4 ضغطات على كف ايدينا، ماكسيمم 4 يعني من 3 ل 4 ضغطات. بننقط بقى على وشنا، خدودنا، تحت العين، فيري سوتبل تحت العين عند العظمه، الرقبه، الجبهه، ونعمل فيري جنتل مساج لمده دقيقه بس. يعني هو مناسب جدا لمنطقه تحت العين. مناسب. مش محتاجين تحطوا حاجه ثانيه اكسترا اللي هي لتحت العين. بالظبط. مناسب جدا انكم تستخدموه تحت العين وتعملوا مساج من تحت لفوق عكس الجاذبيه الارضيه. بالظبط. احنا الحلو اللي في ماسي كمان انك انت بعد ما بتحطيه بدقيقه ما بيسيبش اي زيوت على البشره. البيز بتاعه اقوى، متصنع بطريقه النانو، فسريع الامتصاص، مناسب جدا للبشره الدهنيه اللي بتعاني من اوريدي دهون وسيبم على بشرتها، ومناسب لكل انواع البشره. مش عايزه احس ان وشي ملزق يا جماعه زي ما وانت. كل انواع البشره طبعا. بشرتها حساسه اللي بتقول لك انا بشرتي حساسه،
مفيش حد بشرته حساسه قدي وانا برتاح جدا مع كريم ماسي. وكريم ماسي فعلا اختصر لي ستيبس كتير قوي في حياتي. كريم ماسي عالج لي، انا اوريدي كان عندي شويه هالات سودا كانت بتقرقني جدا يا يمنى جدا، وقلت لك الموضوع ده قبل كده، كان بتديني عدم ثقه بنفسي. انا بصحى من النوم بلاقي وشي حلو، خلاص بنتك في المجتمع، بنتك في شغلي، بنتك في بيتي، فدي حاجه حلوه قوي طبعا، انك انت عايزه يبقى تبقى طول الوقت في بوزيتيف انرجي. صحيح. انتوا كمان عاملين عرض مش عاوزين ننسى ننوه عنه. أيوة. الساده المشاهدين قولي لي ايه العرض اللي انتوا عاملينه. عرض شركه ماسي، الماسي دروجولد، خصم 30% من سعر ماسي دروجولد الاساسي. ده اقوى عرض اتعمل في تاريخ ماسي. طبعا اي حد عايز يستفاد بالعرض بيتكلم من خلال الارقام اللي ظهر على الشاشه. بس العرض على كميه محدوده، عشان كمان فتره يكلموني يا دكتوره دينا بعتي لي العرض، هقول لهم مش موجود. ما هو ده بيحصل ساعات صح؟ مش كده؟ يعني العرض ده على كمية محدودة جدا، اللي هيلحقها هياخدها، اللي مش هيلحقها مش هيلاقيها. بالزبط. طيب احنا عندنا تقرير يا جماعة، يلا بينا. ماسي دورو جولد، خبراء العناية بالبشرة، قبل التحدي وقررنا نخوض تجربة صعبة جدا لاختيار نماذج وشخصيات من الناس، وكمان صعبة في توقيتها لأنها ببساطة بترصد تأثير الكريم على البشرة على مدار سنة كاملة. فريق عمل ماسي عمل التقرير ده في 12 شهر. حاجة صعبة مش كده؟ أنا عندي مشاكل كتير قوي في بشرتي وجربت حلول كتيرة وما نفعتش لحد ما شفت إعلان ماسي درو جولد، فقررت أن أنا أستعمله وبإذن الله هيجيب نتيجة كويسة. عندي مشاكل كتير في بشرتي، استخدمت علاج كتير ما جابش معايا أي نتيجة، صاحبتي نصحوني استخدم ماسي دورو جولد وان شاء الله هستخدمه واوريكم النتيجه. انا عندي مشاكل كتير في بشرتي، فاصحابي نصحوني استخدم كريم ماسي دورو جولد وان شاء الله هستخدمه هيجيب معايا نتيجه جيده. كان هدف التجربه اظهار تاثير الكريم مش بس على موديل جميله، لا كمان الهدف الاكبر انه يظهر تاثيره على نماذج عاديه بتحلم بالشباب الدائم والرضا عن مظهرها وشكلها. بعد استخدامي للكريم لمدة 6 شهور حاسة بتحسن رهيب، وإن شاء الله هستمر عليه لغاية ما أرجع بعمري 10 سنين ورا. ونصيحة لكل السيدات يستخدموه. الحمد لله بعد استخدامي للكريم ب6 شهور حاسة بتحسن أكتر، وإن شاء الله بعد ما خلص الكورس هرجع بشكل 10 سنين فاتوا واكتر. انا استخدمت كريم لمده 6 شهور والحمد لله جايب نتيجه كويسه جدا معايا وهايله، وبنصح كل ست تجربه وهتحس اكيد بالفرق جامد، ولسه هكمل الكورس. الفرق واضح جدا بعد استخدام ماسي دورو جولد، واكيد زي ما هو معروف ممكن استخدامه على الوجه والرقبه، وكمان ممكن نستخدمه على اي جزء من الجسم محتاجين انه يظهر بالشكل اللي بنحلم بيه. بعد استخدام ماسي دورو جولد على وشي هي دي النتيجه وانا راضي عليها جدا، بس اكتشفت ان في فرق كبير بين ايدي ووشي، فعشان كده ان شاء الله هستخدمها على ايدي. نماذج مختلفه اختارت ماسي دورو جولد، واكيد جدور عليك علشان تقرر استخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دي النتيجه اللي انا وصلت لها وانا راضي عنها جدا، وبنصح كل الناس يستخدموه. بعد استخدام الماسي دورو جولد لمدة سنة حسيت بنتيجة مبهرة، وبنصح كل الناس باستخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دورو جولد هي دي النتيجة أنا راضي عليها قوي، وبنصح كل السيدات باستخدامه. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ماسي دورو جولد 10 سنوات أصغر. شرائح مختلفة من المجتمع، ناس مختلفة عن بعض خالص، يمكن طبيعة بشرة حتى مختلفة. صح. في رجل كمان عنصر رجالي في الموضوع، ف يعني اعتقد ان انتوا راعيتوا ده
وانتم بتعملوه انكم تبقى كل الطبقات تقدر تستخدم ماسي وكل انواع البشره والوان البشره. الحقيقه يمنى يمكن قبل ما انزل اعمل الماركتنج بتاع ماسي انا كنت مقتنعه ان ماسي هيبقى لطبقه معينه. انا كتير بتعامل مع العملاء بنفسي، انا مش مقتصره اطلاقا على طبقه معينه. ماسي دور جولد موجود في جميع الطبقات وجميع فئات المجتمع. اعتقد الجمال ما بقاش مقتصر على طبقه معينه او فئه معينه. كل الستات عايزه تبقى حلوه. صحيح. ست بتشتغل، ست ما بتشتغلش، ربه منزل، زوجه، كله عايز يبقى حلو. صح. فماسي دور جولد مش مقتصر اطلاقا على طبقه معينه، وبالعكس احنا وصلنا لجميع محافظات مصر، ومش بس محافظات، مراكز، اقاليم، قرى، كل حته. يعني بتفاجئيني لما بقعد اتكلم معاها هتقول لي انت عارفه انا في مكان عمري ما سمعت عنه، اول مره اسمع عنه. في عملاء عاوزه ماسي في المكان ده مثلا، ما اعرفش كفر، ما اعرفش ايه، او نجع ايه. بالظبط. فعارفه اللي هو لا ما شاء الله عليك وصلته يعني لكل الشرايح وكل طبعًا الناس. طبعا ماسي منتج مرخص من كذا جهه. يا ريت تقول لنا يا دكتوره دينا ايه الجهات اللي مترخص منها الناس. مبدئيا طبعا ماسي دور جولد مرخص من وزاره الصحه المصريه، كمان مرخص من دول الاتحاد الاوروبي، بلس انه مرخص من الامارات، حكومه دبي. يعني ماسي دور جولد امن جدا، مرخص من ثلاث جهات مختلفه. شركه ماسي عامله حاجه حلوه قوي، ان رقم تسجيل وزاره الصحه المصريه مكتوب على كل علبه من علب ماسي. معناها كده ان ماسي دور جولد امن جدا، كل الناس تقدر تستخدمه على بشرتها وهي مطمنه 100%، انا ملوش اي اعراض جانبيه اطلاقا. السيدات الحوامل بتبتدي تستخدم ماسي دور جولد من بعد الشهر الثالث. الناس لو عايزه العرض بتاعكم اللي هو 30% خصم، يعني الحقوا بقى ال 30% دول، عشان بتقعدوا تبعتوا لي رسائل وتقعدوا احنا عاوزين عبوات اصغر، طب يعملوا لنا حاجات اصغر بسعر. صح. اقل. هي نفس العبوه اهي موجوده، وقللوا كمان في السعر بتاعها. اعتقد شركه ماسي عامله اقوى عرض اتعمل في تاريخ ماسي، خصم 30% يا يمنى من سعر ماسي دور جولد الاساسي. ما عملناش عبوات صغيره، بالعكس هي نفس العبوه بخصم 30%. الخصم على كميه محدوده جدا. ازاي نقدر نستفاد بالخصم؟ تقدروا تتكلموا عن طريق الارقام اللي ظهرت على الشاشه. الارقام بس دي اللي ظهرت على الشاشه. يعني مش هيقدروا يحصلوا عليه من اي مكان تاني. خلال الارقام وصفحاتنا اللي على الفيسبوك، عندنا صفحات باسم ماسي مرقمين، نقدر نحصل على ماسي دور جولد من خلالها. بس على طول بقول اللي عايز يشتري ده احسن وقت، عشان بعد ما العرض يخلص ما يكلمونيش العملاء دكتوره دينا بعتيولي في العرض. فان شاء الله كل الناس اللي كان نفسها تشتري ومش لحقة تشتري او مش قادرة تشتري وقت سعره الاساسي، اعتقد ناس كتير جدا هتقدر تشتري في هذا الوقت. طيب الفروع بتاعتكم كمان موجودة فين؟ طبعا احنا شركة مالتي ناشنال، الشركة الرئيسية موجودة في ايطاليا، شركة ماسي فارم ايطالي، شركتنا في مصر ماسي فارم ايجيبت مقرها القاهرة مصر، كمان ارقامنا بتاعت مصر ظهر على الشاشة. عندنا شركتين في دبي، ماسي فارم جولف مقرها جبل علي دبي الامارات، شركتنا الدانية في دبي ماسي فارم جولف المستحضرات التجميل مقرها دبي الامارات، قريب هنفتح في امريكا ماسي فارم امريكا مقرها فيلادلفيا الولايات المتحده الامريكيه. انا عاوزاكي تمسكي العلبه وتقولي للناس الحاجات او المشاكل اللي بيحلها ماسي دور جولد ايه. السكس اكشنز. ايوه طبعا السكس اكشنز مكتوبين على العلبه. اهم الفوائد او المشاكل اللي يقدر يحلها ماسي دور جولد، في المقام الاول انتي رينكل مضاده للتجاعيد، في المقام الثاني انتي ايج محارب شيخوخه البشره، في المقام الثالث وايتنينج. ماسي دور جولد بيفتح البشره، بيعالج التجاعيد، الهالات السوداء، كمان ماسي دور جولد بيعمل موسترايزنج، يعني بيعمل رطوبه عاليه قوي للبشره، بلس نورشنج. انا النضاره على طول بقول من اول ده بتشوف النضاره. اخر اكشن خالص الفيس ليفتنج، يعني يقدر يشد الجلد ويشد ترهلات الجلد، وهيغني عن الميك اب بقى خالص. يعني احنا معاه مش هنحتاج ان احنا نستخدم ميك اب كتير. صح. لا خالص. يعني ماسي دور جولد على طول بقول هو اولا لا يتعارض مع الميك اب. هو ماسي دور جولد بالعكس احنا بنستخدمه از بيز ان احنا نمنع من اختراق الميك اب للبشره، لكن مع ماسي دور جولد بعد فتره من الاستخدام انت من نفسك او اي سيده هتلاقي نفسها ما بتحطش ميك اب كتير. اولا الهالات السوداء اتعالجت، ثانيا التجاعيد اتعالجت، ثالثا البقع اتعالجت، فهتلاقي نفسها بتحط روج وماسكرا وخلاص. وهو ده المطلوب. بالظبط. هو اصل الميك اب مش معنى ان انت تحطي شويه ماسكرا او تحطي شويه روج، الميك اب بقى اللي هو الطبقات اللي بتتحط على الوش. بالزبط. دي الكريم الاساس والباودر والبلاشر ومش كتير، الحاجات الكتير دي بتهلك الوش، بتسد المسامات وبتبوظ الدنيا خالص، غير انها مع الوقت يعني مش هتداري العيوب، هي هتبين العيوب. وفي اوقات كتير جدا احنا ما ينفعش ان احنا نحط فيها ميك اب، يعني الست او هي قاعده في بيتها
لا ده ينفع تحط ميك اب؟ ما ينفعش تحط ميك اب خالص. صح بلاقي كان مثلا عميله كلمتني بتقول يا دكتوره دينا هي متزوجه استخدمت ماسي بعد 3 شهور كلمتني كانت هي قبل ما بتستخدم ماسي بتقول لي بتحط ميك اب في البيت بتقولي عشان جوزها يقولها مثلا وشك تعبان هي الكلمه دي بتضايقها جدا فبعد ما استخدمت ماسي بثلاث شهور بتقولي يا دكتوره زينه في وشي فرق تماما بقى عندي نضاره كان عندي شويه هالات سودا راحت ففعلا ماسي دروجولد على طول بقول هو رقم واحد في العالم لعلاج كل علامات التقدم في السن. طيب خلينا بقى نتكلم عن المنتج الثاني وهو برضو من شركة ماسي فارم وهو ماسي هير وهو منتج خاص بالشعر علشان الناس الكتير قوي الالاف المؤلفة اللي كانت بتسألنا على منتج للشعر. صح هم عملوا منتج للشعر يا جماعة بنفس الكواليتي بنفس كل حاجة شركة ماسي بتقدم منتج للشعر ماسي هير ده أقوى علاج للشعر طبعا برضو 6 أكشنز مكتوبين على العلبة يومنا في المقام الأول ماسي هير بيعمل ستوب هير لوس يعني بيمنع تساقط الشعر تماما إزاي مع استخدام ماسي هير بنقدر نمنع تساقط الشعر لأنه بيحتوي على مادة السوبالميتو عندك مادة الكافيين بتطول الشعرية جدا عندك مادة الجينسينج بتنشط البصيلة وبتغذي البصيلة فبتعمل نورشنج للشعرايا ماسي هير مهم قوي اقول انه بيعلي الدانستي بتاعت الشعرايا بيتقل الشعر كلنا كستات بنحب شعرنا يبقى فيه فوليوم طبعا. بيبقى فيه ما يبقاش كده لازق ملزق كده اولا حلو قوي قلت لي ملزق لان كتير بيقول لي ايه دكتوره دينا هو ماسي هير هيلزق شعري احنا راعينا ده في التصنيع ان اولا البيز بتاعه اكوا يعني ميه ما بيلزقش الشعر اكوا دي بالإيطالي. اكوا بالايطالي حتى مكتوب ورا في الكومبوننتس اكوا فما بيلزقش الشعر خالص مهم قوي اقول ان ماسي هير كورس علاج للشعر بيكفي 6 شهور هو 200 مللي زي سبراي بخاخ على من 4-6 بخاخات على فروه الراس وبنعمل مساج بس وبيتساب ما بيتغسلش يعني مش تحطوه تغسلوه لا ده تحطوه وتسيبوه على على الشعر عادي بالزبط. خالص بيتساب. تفضلوا بيه بقى يومين ثلاثه لحد ما تغسلوا شعركم وما بيسيبش اي اثر دهني الناس اللي بتضايق انه شعرها بيلزق تقول لك في منتجات فعلا بتلزق الشعر هو ما بيلزقش الشعر خالص عامل زي الميه ما فيهوش اي مشكله خالص وفي ميزه حلوه قوي كمان يا يمنى في ماسي هير انك انت وانس انك خلصتي الكورس الشعر ما بيرجعش يقع تاني زي منتجات موجوده في يعني في منتجات كتيره جدا للشعر بتستخدميها وانس ويبقى شعرك بيتقل وبيطول وانس انك بتخلصي الكورس الشعر بيرجع زي الاول مع ماسي هير مفيش الكلام ده يعني وقفته وخلاص خلاص. شعري بيبقى استفاد ومفيش اي وقوع للشعر بالزبط. هو بيطول الشعر بيمنع التساقط التساقط ده مشكله كبيره جدا يعني وبيعالج التقصيف مهمه قوي دي كمان مهمه وبيعالج جفاف الشعرايه يعني هو كل 6 اكشنز مكتوبين حتى في الاخر هو بريفنت دراي والراف هير بيعالج جفاف الشعرايه هو بيحتفظ بالميه فتلاقي الشعرايه قويه معاكي ما بتتقطمش بسرعه كل ما الشعرايه تبقى فعلا محتفظه بالميه وبالرطوبه بتاعتها تلاقيها مرنه كل ما تجف تلاقيها بتتقطم وتتكسر من الواحد قلتي لي في حلقات سابقه ان هو كمان بيطلع شعرتين في البصيله الواحده إذن الشعر هيتقل الشعر هيتقل جدا وبتشوفي نتيجه من اول شهر استخدام انت بتستخدميه يوميا بتلاقي شعر البيبي هير بيطلع من بعد الاسبوع الثالث وتلاقي شعرك نفسه بيتقل من اول شهر فدي طبعا ميزه حلوه قوي في ماسي هير كمان ماسي هير عليه عرض حلو قوي يا يمنى لازم برضو انوه للساده المشاهدين ان عليه خصم 18% من سعره الاساسي 18% حلو قوي بس طبعا على كميه محدوده يعني برضو فحتى نفذ الكميه في كمان حاجه حلوه قوي ان احنا لو اشترينا ماسي هير وماسي دروجولد مع بعض بيحصل خصم اضافي خصم اضافي غير ال 30% وغير ال 18% غير ال 18% طبعا انا مش هحرق بقى السربرايزز تقدروا تكلموا على الارقام اللي ظهر على الشاشه وتعرفوا عروضنا في حاجه كمان مهمه قبل ما ننسى نقولها عشان دي لما قلتيها المره اللي فاتت ناس كتير جدا بعتت لي رسائل عليها الشعر الابيض ايه بقى ايه موضوع الشعر الابيض ماسي هير بيأخر نمو الشعر الابيض لانه بيحتوي على الجينسينج والروزميري والكافيين والبيض كل المواد دي بتأخر نمو الشعر الابيض لان اعتقد ما بقاش الشعر الابيض مقتصر على ناس كبيره في السن بتشوفي بنات عندها عشرينات ومليانه شعر ابيض فماسي هير ليه ميزه حلوه قوي انه بيأخر نمو الشعر الابيض كمان اذا ماسي دروجولد اقوى انا بشوف في نظري يعني انه من اقوى المنتجات اللي اتعملت للبشره على مستوى العالم بما ان انا بسافر كتير وجربت حاجات كتير وليا صاحباتي وكده
فعلا بشهادة الجميع هو من أقوى الحاجات اللي عملت تأثير ومفعول معاهم وجابت من الآخر، يعني جابت طبعًا من الآخر طبعا. ماسي هير عملته مؤخرا لأنه حقق برضو نجاح كبير جدا، يعني ناس كتير جدا بتشكر فيه وبتتكلم عن نتائجه. وإحنا دايما زي ما بقول إيه أهم حاجة بالنسبة للست؟ وشها وشعرها وشعرها. والله لو كانت ايه بقى صح. قاعده في البيت بقى محجبه منقبه بتشتغل ما بتشتغلش عندها 20 سنه عندها 80 سنه برضه هتفضل الست هي الست وهتفضل اهتماماتها هي اهتماماتها من اول ما بتبدا تحس بنفسها ك ك ك ك كأنثى يعني وتبص في المرايه من عمر دلوقتي 8 سنين و7 سنين هما بيبداوا يحسوا بنفسهم لحد ما لا نهايه. شعرها وبشرتها من اهم الحاجات اللي بتهتم بيها، ويمكن انتوا كمان عاملين العروض دي هايله جدا انا بشكركم عليها لانه كل فتره لازم تعملوا وتكتروا شويه من والله يعني اتمنى ان فعلا الشركه تلبي كل نداء الساده العملاء فان شاء الله يعني. بس اعتقد ان مش طول الوقت احنا في عروض يا يمنى يعني احنا مش في طول الوقت في عروض بس مش حد بيعمل عروض طول الوقت عامه في اي حاجه فالعرض في احتمال كبير جدا ينتهي في اي وقت فان شاء الله كل السادة المشاهدين اللي نفسهم يحصلوا على ماسي هير وماسي جولد ده فعلا احسن وقت نقدر نحصل عليه. انا بشكرك يا دكتوره دينا على وجودك معايا دكتورتي العزيزه دكتوره دينا ابو سعود. احنا حلقتنا خلصت شوفونا يومين الساعه 3 عصرا والاعاده بتكون 10 مساء و12 ظهرا تاني يوم والحلقات كلها ان شاء الله تلاقوها على اليوتيوب. اشوفكم بكره وانتوا في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان. السلام عليكم. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Duro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Duro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Duro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Duro Gold خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Duro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Maci Duro Gold, your skin would look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.